مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. أصبحكم مبروك، كنتمنوا أنكم تكونوا بخير وصحة وعافية، والله يبعد علينا وعليكم هاد الجائحة وهاد الوباء. أكيد كلنا تابعنا قصة الشاب اللبناني المغربي عمر، اللي كنا تعاطفنا مع القصة ديالو وتبعناها عن كتاب وتبعنا التفاصيل كيفاش جا وأشنو وقع ليه، ومن بعد لقائه الفنان اللبناني وسام الامير اللي استقبلو ماشي حيت ولد بلاده، ولكن لانه انسان، ولو كان كما صرح لنا ولو كان يكون مغربي كان غادي يستقبلو. معنا الان عمر. صباح الخير. كنتم كتتصلوا كتسولونا وكتقولوا لنا ما هي شنو الجديد ديال عمر وشنو دار عمر. صباح الخير عمر. صباح الخير، كيفكم؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله ماشي الحال. لاباس. تعلمت شويه الدارجه ولا لا؟ بعدني عم نتعلم شوي. بدنا نتشكر جميع الناس اللي كانوا عم يسالوا علي طوال هيدي الفتره. شكرا لكم كثير، وبدي اتشكر طبعا وسام شخص رائع. وسام واحد من الاهل، يعني عرفت كيف؟ وحالياً ماشي الحال، عم نجرب نقطع النهارات لنشوف كيف بدنا نعمل ونرجع من أول وجديد. ارتحت شوية عمر؟ الحمد لله النفسية ارتحت شوية؟ الحمد لله النفسية طبعاً أنا مع أهلي، يعني قلت لك مع أهلي. الحمد لله النفسية بلشت ترتاح شوي، ولكن إن شاء الله على أمل أنه هذه الكورونا يزول لحتى يرجع الشغل مثل الأول، لحتى نقدر نشتغل. بس أنا بتعرف الكورونا موقفت لنا كل شغلنا، هذا اللي صاير. اكيد ولفتي شويه؟ الحمد لله عم نجرب نولف شوي. يعني بديتي كتولف مع البلاد؟ ايه لا، البلاد كثير حلوه. المنطقه هون كازا جميله جدا، منطقه جميله جدا، عن جد جميله جدا. وان شاء الله بعد هيك بس تخلص الكورونا بنطلع وبنسافر على كل المناطق بنعمل فيهم سياحه وهيك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تواصلتي مع اهلك؟ طمنتي؟ تواصلت مع اهلي وطمنا عليهم. ارتاحوا عليك؟ عرفوا انك ارتاح. بلادك الثانيه؟ ارتاحوا طبعا. بس عرفوا لو انا هون بلاد الثانيه طبعا ارتاحوا. وفا عمر، انت شنو كتعرف كثير؟ شنو هما المهارات ديالك؟ شنو دبلوماتك؟ شنو المهارات ديالي؟ انا دارس انتيريور ديزاين، ولكن ما اخذتش الشهاده، ولكن درست فيها 3 سنين تعليم مهني تكنيك، بتي 1 بتي 2 بتي 3. تعلمنا فيهم انتيريور ديزاين، وانا شاغل بدومين السياحه وفنادق بتسموا، يعني اشتغلت بمطاعم ريستو، اشتغلت فيهم سوبرفايزر، رجعت اشتغلت مانجر بمحل تاني لنفس الشركه، اخذت مانجر ضليت فيه سنتين بهذا الدومين، الاكل والشرب، فهمت كيف؟ ولكن كمان نحن بسبب الوضع الاقتصادي نص المحلات سكر ونص، بتعرف انت الوضع في لبنان كيف داير هلا حاليا، وهذا الشيء اللي بعرف اعمله. يعني شنو فاش بغيت تخدم؟ شنو دابا شنو بغيت تخدم فيها عمر مثلا؟ خدمي انا حيالله شيء بالخدمه، انا ما عندي مشكله، يعني انا بالنسبه للخدمه ما فيش مشكله، يعني ما فيش شيء معين، يعني شيء محدد، المهم تكون خدمه كويسه، المهم تكون، ما عندي مشكله. فهمت كيف؟ نعم. يعني انت دابا حاليا شنو قررتي تديره؟ شنو قررت تدير؟ اللي اتضح للرؤيه حاليا، انا مع وسام، ولكن يمكن بدي شغل مع وسام، يعني بشتغل مع وسام بشتغل شغل تاني، فهمت كيف؟ لحتى ابني حالي بالفترة لازم شغل عطول لحتى ابني حالي بالفترة، لأنه جاي أنا قلت لك من الصفر، وتنشوف شو بدنا نعمل. أنا وسام أيضا ارتورك يشتغل في حد القطاع اللي هو وقف دابا. ايه هذا القطاع كله واقف، يعني حرام حظ جينا بوقت شو بدنا نعمل، ولكن يلا الحمد لله. يعني وسام فكمل معاك؟ كمل. انا مع وسام على طول. انا مع وسام، استاذ وسام على الراس، انا مع طول. اكيد فرح بيه استاذ وسام، شخص رائع استاذ وسام، خي كبير. تقول للمغاربه اللي تضامنوا معاك؟ للمغاربه اللي تضامنوا معي شكرا بزاف والله العظيم. كرم الاستضافه هون، والناس اللي سألت علي، واهتمام الناس، عن جد شكرا كثير. الناس رائعة، ناس نفسيتهم حلوة، شكرا كثير. يعني انت ماشي غير وسام اللي بغى يعاونك، راه مغاربة وبغاو يعاونوك. الحمد لله مغاربة بلا الكرم وبلا الجود. شكرا. واخا ما ندمتي حيت ما كنتيش كتجي لا قبل؟ ايه اكيد ندمت.
اكيد قدمت لانه بعمل لك بلد حلوه وطبيعه حلوه عن جد كثير حلوه. واخا عمر ان شاء الله لا تقدت الامور والظروف، كنت فكرت ترجع لبنان مره اخرى؟ فكر نرجع لبنان اكيد اكيد. زيارات بالنسبه لطبيعه الحال يعني عنا عيالنا هناك وعنا ناسنا واصحابنا، اكيد بنرجع زيارات، اكيد بنرجع زيارات ان شاء الله بنرجع زيارات، ولكن حاليا بدي استقر هون. فقررت تستقر؟ خلص قررت استقر بالمغرب. عمر اللبناني معروفين عندهم صوت زوين، انت عندك صوت زوين؟ صوت زوين لا صوتي صوتي لا لا ما كانش زوين. عائلة فنانة يعني؟ انا قاعد مع عائلة فنانة لا، ولكن انا صوتي لا ما كانش زوين. شنو اللي يعني شنو هوايتك؟ الهوايات ديالي الرسم، انا برسم، انا بقرا كتب، بقرا كتب بزاف، كنقرا الكتب كنقرا كتب القراية. شنو كتسموها انتم في المغرب؟ مطالعة؟ مطالعة بتسموها مطالعة؟ قراية. قراية قراية كتب. عندي هواية كتب الفلسفة علم النفس، هذه الكتب اللي بحب أقرأها، والرسم إن شاء الله. وكتفكر أنك تكمل دراسة ديالك؟ أكيد حابب، حابب كمل دراسة، ولكن تنشوف الشغل شو بدي أعمل بالشغل إن شاء الله. عمر كلمة أخيرة إن شاء الناس اللي بيعموك والناس اللي يحبوا معك. شكرا لجميع المغاربة، شكرا لجميع المغاربة ولكل الناس اللي اهتموا، لكل الناس اللي اهتموا بموضوع، لكل الناس اللي تعاطفوا معي، شكرا لكم، شكرا لكم بالذات. وبدي اتشكر طبعا خيي، خيي الكبير، خيي الكبير وسام، خيي الكبير وسام طبعا بدي اتشكره. انا مع عائلتي ما تعطلهم، انا مع وسام مع عائلتي، وبدي اتشكركم كمان، شكرا لكم. تبارك الله عليك عمر، شكرا لكم. ديجي كتحط السيفيات ديالك في المحل؟ طبعا 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 بدي اتوزع السيفيات تبعي. كيستقبلوك مزيان؟ كيستقبلوني مزيان. تبارك الله عليك عمر، شكرا لك وشكرا لجميع الناس اكيد اللي ساعدوا عمر ودعموه. المغاربه معروفين بالتعاطف ديالهم والمساعده ديالهم والكرم ديالهم. البراني اكيد، وعمر راه ماشي براني، راه ولد البلاد، راه ام مغربيه واب لبناني. ونحط رقم جديد، رقم جديد، رقم الرقم القديم لانه ما عادش ماشي، في رقم جديد لانه رقم الرقم القديم غيرني، ما عادش ماشي الرقم القديم، في رقم جديد هلا حنديره. رقم جديد 06 06 41 43 41، بعد ناسي 06 41 34 21 12، هذا هو رقم 06 41 34 21 12، هذا هو رقم. عليك عمر، شكرا لك. واكيد الناس راه غيسجلوا الرقم ديالك، اللي بغى يساعد عمر، اللي بغى يتعاون معاه، اللي بغى يسول فيه هذا. وبإمكانياته، بإمكانياته طبعا بدون. شكرا لك عمر، شكرا لك.